حدثنا الربيع بن يحيى البصري حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت ان ابا بكر رجل فقال مثله فقالت مثله فقال مروه فان كنا صواحب يوسف فاما ابو بكر في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسين عن زائده رجل رقيق